家，صراحة سيابية الحيوان بتعطي والطائر بتعطي يعني شكل فانتازيا جدا رائع. طبعا زي ما شرحت في الفيديوهات السابقة انه مشكلة الحفر على الزب انه بيدوب سريع، بس نتائجه جدا مبهرة. القطعة ما اخذت كثير، بس يعني اخذت تفاصيل صغيرة كثير، يعني مع ادوات الحفر ما بنحصل صعوبة يعني كثير. طبعا التفاصيل عندنا هنا اداة زي لها اسنان تعطينا يعني تفاصيل جدا رائعة، تعطي ظل وضوء وحفر غائر على الزب. بصراحة يعني ما بحب أمدح شغلي، بس كل نتائجها كانت مرضية بصراحة. طبعا الفضل لله أولا، ثم لل سي كارفينج وشيف